بالظبط. ايه بقى عناوين المواضيع اللي ممكن تكونوا بتفكروا فيها ان شاء الله مستقبليا؟ احنا هنا بنتكلم على انقاذ البيئه والكوكب، وده موضوع في غايه الخطوره والاهميه. ايه المواضيع اللي ممكن تكون في بالكم بتشتغلوا عليها للفتره اللي جايه؟ ممكن هاجي لحضرتك واخد الاجابه برضو من حضرتك. هو احنا ابتدينا فعلا في الجزء اللي بعد كده، مش مسلسل ديني بقى، بس هي سلسله من شخصيه نور. يعني هو نور قبل كده ده كان خامس مسلسل ليه، فان شاء الله في المسلسل السادس هيبقى فيه نخرج بقى من اللغه العربيه الفصحى ونبتدي نتوجه لسن اصغر شويه للاطفال، لانه ده كان عمل ديني موجه لسن، يعني نقول من 9 سنين فيما فوق يعني. فعايزين نشوف قضايا الطفولة اللي يعني ممكن سلوكيات معينة، سلوكيات وكل وبرضه تعليمية أكتر. هي مش تعليمية زي ما يعني، هي المسلسل الجديد أنا مش عايزة طبعا أقول اسمه ولا الحاجات دي، لكن الفكرة كنا عايزين حاجة لينا كده للستات نعرف. هي فيها جديد. فكرة مبهرة وفكرة فيها فانتازيا كتير، ولكن وفي دمج ما بين القيم اللي احنا عايزين نقدمها للأطفال احنا بنبني وعي أطفال، بنبني وعي أطفال فعلا، بس بقى بشكل مبهر شوية، بشكل يناسب سن أصغر، لان هو ده التنوع، ده هو اللي هيمكننا ان احنا نوصل لكل المراحل العمريه وللفئات. يعني يبقى في تكامل ما بين اللي بنقدمه من سنه لسنه، لان الحقيقه احنا ما عندناش الـ عايز اقول ايه يعني الراحه قوي في ان احنا نقدم اعمال كتير في السنه، وده كان المفروض ان يكون مكلفه ومجهده طبعا. استعداد والله انا يعني ما بتكلمش على نفسنا احنا كنور نفس يعني، لكن انا كنت اتمنى انه تتاح الفرصه انه لكل الشركات واللي هي عامله في وكل المؤلفين والكتاب اللي شغالين في مجال ثقافة الطفل عموما يعني وإعلام الطفل. أصل الأطفال موجودة طول السنة يا جماعة، احنا محتاجين طول السنة يكون في أعمال من النوع ده، مش في رمضان بس طبعا. ومحتاجين أكتر من كده أن يكون في قناة للطفل طبعا. ده موضوع يعني مهم، وأتمنى تناقشوه مرة في نتمنى في برنامج. أنا عايزة أسألك بس سؤال يا دكتورة شهيرة عن وهضيف حاجة عشان عايزة يعني عشان في حاجة برضو بالنسبة للكتاب. في مسابقة بتتعمل حلوة قوي كل سنة، جايزة كبرى بتقدمها الدولة على فكرة، اللي هي جايزة المبدع الصغير. ومن خلالها أنا كنت رئيس لجنة تحكيم القصة، لأن هي فيها كذا برانش، كذا يعني تخصص. الأطفال بيشتركوا من كل أنحاء الجمهورية، الموهوبين في كل المجالات، يعني القصة وفي الشعر وفي الاختراعات وفي الرسم طبعا ده أكيد، والعزف والغناء. ده مصر مليانة الحقيقة بالمواهب. أنا بفكر لما حضرتك قلتي، ويا رب يكون برضو ده إجابة على سؤال حضرتك، إن يكون النصوص اللي مكتوبة يكون الأطفال نفسهم اللي كاتبينها طبعا، لأن هم أضرب يعني مش بس الكبار يعني، مش بس إحنا اللي يعني نكتب النصوص او نالف او الناس اللي هي متخصصه، هم يمكن سنين يكونوا شايفين برؤيتهم هم تفاصيل كدا. احنا ما نكونش مدركينها هم يحسوا بعض شايفينها. وعلى فكره الجائزه كبيره، وهي تحت اشراف السيده حرب الرئيس مباشره. طب ده عظيم. طب ليه من خلال مجله حضرتك، مجله سمير، وحضرتك رئيس تحرير دكتوره شهيره رئيس تحرير مجله سمير طبعا، مجله عظيمه وعريقه وليها تاريخ، ليه حضرتك ما تعمليش ده كمبادره من مجله سمير لاكتشاف المواهب الصغيره؟ والله ده حصل، احنا بقالنا فوق 20 سنة من ساعة ما تقلدت يعني المسؤولية في مجلة سمير، احنا بنشجع المواهب. لكن كون ان هل في صفحة مثلا في المجلة مخصصاها للمواهب يكتبوا في ويعبروا كل فيها؟ كل اسبوع بيبقى في ورشة فنية، الاولاد بييجوا يرسموا هاندي كرافت ويشتغلوا بايديهم، نبعدهم شوية عن الآلة اللي هم خلاص تشبثوا بيها وبقوا يشوفوا حاجات كتيرة، زائد الكتابه، اللي بيحب الكتابه من زمان سواء يعني مثلا قصه او شعر او كده يجي يكتب ونصلح له، بيبقى باب اسمه. وبتنشريها في المجله كشكل من اشكال التشجيع المباشر مباشره على طول، والرسومات، وطلعنا نحاتين وفنانين وكتاب ده عظيم، وبيجوا لغايه دلوقتي يعني كبروا. انا حتى يعني كانوا اطفال فجاه لا يتعينوا بقى في المجله والله كبروا ده في فعلا، ده حاجه عظيمه جدا. عبد الله اسامه اي حضرتك عارفاه ده، هو عشان هو ازهري لا لا مش عشان ازهري، عشان من قبل كده يعني. ده نموذج يعني رائع، بقى فنان محترف وهو لسه في المدرسه ما شاء الله، اللي كان بيجي لنا الورشه كل اسبوع.